هل تتعامل روسيا مع هذه النداءات، مع هذه الدعوات على أنها تشكل تهديدا حقيقيا للإدارة الروسية الحالية؟ يعني التهديد طبعا، التعامل يتم عبر الساحات الدولية، لكن يعني كل ساعة هناك تصريحات مثل هذه، أهمها تصريحات بسحب المدخرات أو المال للدولة الروسية بحوالي، يعني هناك تجميد تم 600 مليار دولار وأصول أخرى، فهذا ناهيك عن أصول رجال الأعمال الروس في الخارج. فهذه إشكالية يلوحون بها، وفي نفس الوقت في حين أن لا يوجد قانون يحكم مثل هذا التصرف الهمجي، لكن إن قننوا ذلك فسوف يشكلون مشكلة كبيرة للنظام المالي الحالي. ما تقول حضرتك مرتبط بالسيطرة على الأصول التي تملكها ما تعرف بالطبقة الأوليغارشية في أوروبا، ولا الأمر المرتبط بالتلويح بإنشاء محكمة جرائم حرب خاصة بالعملية العسكرية الروسية وسيكون موقعها وفق المتداول نورنبرغ؟ إنشاء المحكمة متصل يعني في نفس في ظل الأصول، الاستيلاء على الأصول الروسية، يعني مشروع عدة قوانين يريدون طرحها ولا يوجد توافق، وأنا أعتقد يعني أنا لا أصدق أن سوف يتم الإجماع على محكمة دولية لروسيا، عليهم قبل ذلك الانتصار على روسيا. يعني حتى الآن حلف أو المكتلة اليورو أطلسية لا تستطيع فعل ذلك، ويصعدون ربما إلى فنائهم. فأتمنى يعني هذا يعني سبق لأوانه، يعني هو متوقع لكن سبق لأوانه. ما الخيارات المتاحة بعيدا عن ميدان المعركة، لأن يعني الحرب دارت ولا يعلم الموعد الذي ستتوقف فيه أو ستهدأ فيه دائرة الحرب هذه، ما الخيارات أو الفضاء المتاح لروسيا أن تتعامل خلاله بعيدا عن ميدان المعركة؟ الخيارات التفاوض، يعني روسيا تدعو إلى التفاوض حتى قبل بداية هذه العمليات العسكرية، والغرب يرفض ذلك تماما. للأسف الجيش الأوكراني هذا ثالث جيش نراه، يعني عدد المصابين والقتلى عدد مهول، ويزج الغرب بالأوكران عن طريق سياسيا بالطبع عن طريق النخب السياسية الأوكرانية. فالموضوع معقد، لأنه من ناحية يعني موسكو تريد وقف إطلاق النار وعدم التصعيد للأكثر من ما هو عليه، في نفس الوقت نرى أن الجانب الغربي بدعمه لأوكرانيا لا يريد وقف إطلاق النار أو أي سلم. لكن هو حتى وقع التفاوض الذي تريده روسيا أستاذ تيمور قائم على الأمر الواقع الذي فرض ما بعد 24 من فبراير على الغرب وعلى أوكرانيا إن أرادت التفاوض أن تسلم بتبعية دونيتسك ولوغانسك بزاباروجيا بخيرسون، حتى رغم انسحابها جزئيا من هذه المنطقة أن تسلم بتبعية كل هذه الأقاليم لروسيا، ثم من بعد ذلك نبدأ التفاوض. نعم، هذه تداعيات، يعني كان هناك من 2014 كان هناك اتفاقيات مينسك والتي دبرت من قبل الغرب، كان هناك رباعية غربية ولم ينفذ أي شيء، وهي كانت تضم يعني هناك 13 بند، لكن أحد البنود ليس استقلال إنما حكم ذاتي لتلك المناطق ووقف إطلاق النار هناك، ولم يستجب كييف إلى ذلك بدعم أوروبي غربي على وجه التحديد. ثم هناك كان طلب من موسكو من الكرملين للقيادات الغربية بقيادة واشنطن بإعادة النظر في هيكلة الأمن الأوروبي، ورفضوا ذلك واستمروا بزج أوكرانيا ضد روسيا، يعني تدريبات للقوات الأوكرانية، عدم تنفيذ بنود الخاصة باتفاقيات مينسك، وما زالوا يقومون بمثل هذه الأمور. نعم، يعني ما زالوا يقومون.
فما يحدث هي مأساة قومية بالنسبة للروس، لأن الأوكران والروس شعب واحد. هذا ما كانت تقوله حتى روسيا منذ البداية، لكن لا يعلم إذا كان هذا المعطى سيبقى قائما مع ما جرى من حرب امتدت لما يقرب من عام. عبر سكاي من موسكو تيمور دودار مستشار العلاقات الدولية، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا.